تعزيزاً لروح التعاون بين الأطفال، نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع مركز الشيف الدولي بالشارقة، مسابقة الشيف الصغير، والتي انطلقت صباح اليوم الجولة النهائية لها بمشاركة الفائزين من مراكز الأطفال في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. مسابقة الشيف الصغير بالتعاون مع مركز الشيف الدولي بدينا فيها من سبتمبر 2016، كانت على مجموعات، مجموعة في مراكز مدينة الشارجة، ومجموعة في مراكز مدينة الوسطى، ومجموعة مراكز الشرقية. تأهلوا من هاي المراكز، من كل مجموعة مركز الحيرة ومركز الثميد ومركز خورفكان. اليوم إن شاء الله التصفيات النهائية في المسابقة، ونتمنى لهم الفوز إن شاء الله. تهدف هذه المسابقة إلى إكساب الأطفال مهارات التعامل مع الضغط أثناء إعداد الأطباق وتحت مراقبة الحكام، كما أنها تقوي روح التحدي والتعاون بين الأطفال والمشاركين، إضافة إلى تشجيعهم وصقل مواهبهم في مجال الطهي بإشراف أمهر الطهاة. التصفيات ظلت لمدة سنة تقريبا، عملوا أكثر من مسابقة، أكثر من ترايل عليها، فهذول خلينا نقول النخبة هذول اللي وصلوا آخر شيء للمسابقة هاي. حبيت أشارك في المسابقة عشان تعلمنا وايد أشياء، كيف نمسك السكين وكيف نقطع الفواكه والخضروات، وكنا قبل يعني ما كنا نعرف الأشياء، لما دخلنا هذه البرنامج عرفنا وايد أشياء وفزنا بالمركز الأول على مستوى المراكز، وإن شاء الله الحين حابين نفوز بالمركز الأول على مستوى الشارجة. تلعب مراكز الطفل في إمارة الشارقة دوراً بارزاً في تنمية قدرات الأطفال واحتوائهم ضمن إطار مفيد وأنشطة مبتكرة تعزز روح التحدي والحماس لدى الأطفال المنتسبين.